عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة كنال أسماء. اليوم غادي نحضر مع بعضياتنا عجين الصابلي، جوج عجين الصابلي وعجينة الشوكولا، وغادي نصاوبوا معنا التزيين ديال الصابلي ديالنا. تابعونا حتى الاخر ديال الفيديو. نبدا على بركة الله. العجين الاول كنحتاجوا فيه 250 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، كنحتاجوا كاس ديال السكر كلاصي، 250 غرام ديال المايزينا، بيضة، ساشي ديال الخميرة ديال الحلوة 7 غرام من فئة 7 غرام، وكذلك ساشي ديال الفاني من فئة 7 غرام، وقبصة ملح، والطحين الأبيض ديال الحلويات، الدقيق الأبيض على حسب الخليط. نبدأ على بركة الله. بالفعل هاد الصابلي هذا لو تجربوه راه كيجي كيدوب في الفم، كيجي في العلن رائع. بسم الله، نبدا على بركه الله. كناخذوا الزبده ديالنا كنحطوها، نزيدوا عليها الساشي ديال الفاني. حلينا الساشي ديال الفاني قبل ما نبداو نزيدوا عليها باش نخدموها مع الفاني. غادي نزيدوا السكر كلاصي، قلنا كأس ديال السكر كلاصي، ونخدموها مزيان الزبده مع السكر فاني السكر كلاصي. انا كنعيد المقادير ان شاء الله. فهاد الفيديو هذا انا حاولت ما امكن ندير التسريع باش ما يجيش الفيديو طويل، انا حاولت نجمع كل شيء في فيديو واحد. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. لو كان شي تساؤل تخليوه ليا ان شاء الله في التعليق. كنستمروا كنخدموا السكر مزيان مع الزبده، كيف ما قلت هذه العجينه الاولى. ثم لاحظتوا كيف ما كتر كيف رجع لنا السكر مع الزبده. كنضيفوا قبيصه ديال الملحه، كنضيفوا البيضه، نخلطوها. مزيان. كتعرفوا مايزينا كيفاش كتجي بالفعل، كتعطي واحد المذاق رطب الحلوة. هنا غنضيفو 250 غرام ديال المايزينا، ونخدموها كذلك مع الزبدة. حتى كتجمع لنا تدخل مايزينا مع الزبدة مزيان. هنا فين غنبداو نضيفو الدقيق الخاص بالحلويات، كيف ما ذكرنا الدقيق على حسب العجين. هنا من بعد ما جمعنا العجين ديالنا خديتها، هادو هما الطوابع اللي ان شاء الله ما اللي غادي نصاوبو بهم. فرشت سطح العمل
بالبلاستيك الغذائي، وهنا باش تسهل علينا، ما خليتهاش ترتاح نهائيا، باش تسهل علينا العمليه كنسرحوا العجين ديالنا وكنبداو ناخدو الطابع اللي بغينا ونبداو نشكلو. هانتوما كيف ما لاحظتوا من بعد ما طبعنا عندنا الفرن مشعول من فوق ومن تحت على درجة حرارة 150، وتنفرشوا اللاطة ديالنا بورق الزبدة. انتوما شفتوا كيفاش كتجينا هاد الشكل، هذا هاد الشكل الثاني، وندخلوهم ونراقبوهم مزيان لان كتعرفوا ما يزينا باش ما تحققناش. هنا غادي ندوزو مع بعضياتنا العجين الثاني اللي كيتكون من 4 ديال البيضات، 2 ساشي ديال الفاني، كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، كاس ديال الكوك، 200 غرام ديال الزبدة، خميرة ديال الحلويات من فئة 7 غرام، وكذلك الدقيق على حسب الخليط. كناخدو الزبدة ديالنا كنخدموها مزيان مع سكر سنيدة، هذا العجين الثاني، كنضيفو السكر فانيلا، نخدموها مزيان. حتى كتدخل السنيدة مع الزبدة، كترجع لنا هكذا. كنضيفو كاس ديال الزيت، ونضيفو البيض، 4 بيضات، ونخلطوهم مع الزبدة والسكر والزيت. نضيفو لهم كاس ديال الكوك، نبداو نزيدو الدقيق وخميرة ديال الحلوى فئة 7 غرام حتى كيتكون العجين ديالنا. نجمعو بشوية، عندنا ميزاننا وحنا كنشوفو العجينة ديالنا وهي كتجمع. نزيدو الدقيق، هاي العجينة ديالنا كتجينا على هذا الشكل، هذا نشكلوها هكذا على شكل قطبان، نديروها في الثلاجة، كل ما احتاجينا كنجبدوها. هنا صبنا سطح العمل، رشيناها بشوية ديال الدقيق، ممكن ناخدو بلاستيك الغذائي كنحطو فوق العجين ديالنا وكنسرحو بالدلاك، وناخدو الطابع اللي بغينا ونبداو نشكلو. هنا يمكنك تستعملي اي طابع عندك متوفر.
جينا على الشكل هذا. انا خديت هذا الشكل هذا. نوريكم الاشكال لي صاوبت، نتوما الشكيلات لي صاوبت هكذا. الشكل الثاني الشكل هذا، هذا الشكل الخميسه. وهنا غادي نلاحظوا في الاخير من بعد ما طيبناهم في الفران خرجناهم، هذوما الاشكال ديالنا اللي صوبنا. دابا غادي ندوزو للتحضير ديال عجينة الشوكولا. بالفعل تصوبوها في الدار افضل ما تشريوها، وكتجي سهلة وزوينة. نمشيو نتلاقاو دابا في المقادير. هنا كما كتلاحظوا المقادير اللي هنحتاجو في عجينة الشوكولا، كنحتاجو الشوكولاتة الابيض 300 غرام، والشوكولاتة الاسود 200 غرام، والعسل كل شكلاطة نحتاجو له 100 غرام، ونحتاجو فاني وسكر كلاصي باش نخدمو الشوكولاتة الابيض. هنا درنا الماء باش نذوبو الشوكولاتة الابيض حمام مريم. هنا من دابنا الشكلات كنضيفو له 100 غرام ديال العسل، وكنخلطو هكذا. ما تخافوش لان غادي يقصح الشكلات. نحركو بحال هكذا، نخليوش يطلق هذاك الزيت ديالو. المهم نحسوه على هذا الشكل هذا. نزيدو نخدمو شويه شويه بشويه، هو كيتقال. انتما تلاحظوا كناخذ واحد الطبسيل كنفرشوا فيه له بلاستيك الغذائي كما كيف ما كتلاحظوا، كيجيني على هذا الشكل هذا. ما ملصقناش، نحطوه على جنب، نغطيوه مزيان نحطوه على جنب حتى يبرد. من بعد عاد ندخلوه للثلاجة وقت الاستعمال. دابا ندوزو للتحضير. في الاثناء اللي كنا كنصاوبو الشكلاط الاسود كان عندنا الشكلاط الابيض كيدوب. قلنا الشكلاط الابيض 300 غرام، والاسود درنا فيه 200 غرام. غادي نضيفو له 100 غرام ديال العسل، اولا اللي عندها الجليكوز ضيف له الجليكوز. هانتوما تشوفوا ها هو كيبدا كيتقل. بالفعل هاد العجينه هادي كتجي زوينه. هنا كنضيفو له واحد الملعقه صغيره ديال سكر فانيلا، نحدو سخون باش تذوب لينا. انتما كتلاحظوا بدا كيطلق الزيت. هنا غناخدو ونديرو احسن، ونبقى نضيف له السكر ونبقى نخدمو بالسكر مزيان حتى كتجمع. انا قررت من افضل سطح العمل باش نخدمها مزيان. انا نشوف واش غادي يوقف، لكن يوقف نو، مازال خصني نخدمه حتى ما يبقاش يطلق الزيت نهائيا.
محدو سخون وانت كتخدم. هنا غادي من بعد نخدمو هكذا مزيان، ما يبقاش يطلق الزيت ديالو هكذا مزيان. بعد غادي نقسمو، نضفت له شويه السكر نزيدو، من بعد نقسمو وغادي ندير له اللون الوردي ونخلي الاخر ابيض كيف ما كتلاحظوا. هذا الابيض، هذا اللون اللي ضفت له الملون الغذائي، كيجوني على هذا الشكل. هذا نخليهم يرتاحوا. هنا غادي ننتقلوا، هنا خديت هذا الليمون هادو صغار وذوب الشكلاط الاسود، وغنبدا نعمرهم هنايا عادي. نعمرهم بالشكلاط، انا اختاريت الابره هكذا سهله، الاشكال اللي عندي كامله. انتم تلاحظوا معايا باش ما يجيكمش الفيديو طويل، نعمرو هكذا مزيان الابره وندخلوهم للمجمد حتى نساليو الاشكال ديالنا كامله اللي نقدروا نزينوا بها الصابلي ديالنا. وهنايا نوريكم نستمروا نفس الشيء، دوما الاشكال ديالنا. هذا الشكل الاولاني، الشكل الثاني، الشكل الثالث، وهنا في الاخير بعد ما زينا الصابلي ديالنا كيجي على هذا الشكل. هذا بالفعل كيجي جد جد راقي، زعما كيجي زوين. من بعد ما كانت لاباط ديالنا ديال لاباط شوكولا كترتاح، كنطلقوها وكنشكلوا بها في الطابع اللي عندك، كتشكلي بها وكتلصقيها بالكليكوز. تقدر ديريها شرائط هكذا وتصوبي بها وتقطعي بالطابع ديالك، انتي كتفني في التزيين. نتمنى هاد البلاطو هادي يعجبكم ان شاء الله. ولكن اي استفسار خليو لي في التعاليق. عندو صوبناه الوليدات الصغار، هذا درنا له زينة من جناب بالكوك، في الوسط درنا له الكراميل. هذه الشكل ديال الخميسة هكذا، هذيك سيوا ديال البيبي. دي السكر كلاسي، هذه زيناها هكذا ودرنا لها داك العقيقات. هنا كي قلت لكم الشرائط تقدروا نتوما تفنوا، ما ديروهمش غير كاملين. هذا درنا له البيستاش، وهذا بالمربى ديال الفريز، ومن الفوق الشوكولا الوردي. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم.